السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم راح ناخذ Chapter 4 part 1 اللي هو يشرح Cryptographic Data Integrity Algorithms. احنا كل المحاضرات اللي اخذناها في Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 هي تناولت خوارزميات التشفير بانواعها كلها, الخوارزميات التقليدية اللي هي شرحناها مثلا بلاي فير, الميكس الفابت الى اخره. بعدين اخذنا خوارزميات الحديثه اللي هي دي اس والاي اس وار سي 4 وار سي 5 والبلو فيش, هاي كلها خوارزميات تشفير. طبعا اليوم هاي بهاي المحاضره راح ناخذ الديتا انتجريتي الجوريثمز اللي هي الخوارزميات المسؤوله ان تتحقق من المسج تم تغييرها, تم اضافه حذف عليها, هل المسج وصلت للطرف الآخر بدون أي تغيير. فهي تعتبر الخوارزميات المهمة. Chapter 4 راح يتناول جميع أنواع الخوارزميات اللي تستخدم لهذا الغرض. طبعا أكو ثلاثة أنواع من هاي الخوارزميات اللي هي تؤدي هذا الغرض, اللي هو أول نوع احنا نسميه الهاش فانكشن, بعدين النوع الثاني نسميه الماك, والنوع الثالث نسميه ديجيتال سيجنتشر. إذن أكو ثلاثة أنواع من الديتا انتجريتي الجوريثمز, خوارزميات التحقق من تكامل البيانات. بهاي المحاضرة طبعا راح ناخذ المسج اوثنتيكيشن, اوثنتيكيشن فانكشنز, المسج انكريبشن از اوثنتيكيشن, الاوثنتيكيشن بيست اون هاش فانكشنز, البيسك فانكشنز اوف هاش فانكشنز, ا فيو سمبل هاش فانكشنز, البيرث داي اتاكس, وراح ناخذ خوارزميتين رئيسيه اللي هي الام دي 5 والاس اي اتش اللي هي يسموها سكيور هاش فانكشن. طبعا الاس اتش اي, ما هو الهدف من المسج اوثنتيكيشن؟ طبعا المسج اوثنتيكيشن الهدف منه انه نريد نتحقق انه فعلا الرساله هي وصلت مثل ما ارسلناها بدون اي اضافة عليها او حذف من عدها او تغيير المحتوى, فهو هذا الهدف الرئيسي منها. The goal here, having received message one would like to make sure that message has not been altered on the way, يعني احنا نتأكد انه لم يتم تغييرها على بالطريق. طبعا هنا شلون احنا نقدر نتأكد من هذا الشيء؟ انه احنا راح نستخدم ذن الخوارزميات اللي خاصة بالانتجريتي, تولد لنا فد شورت سيكونس اللي هو مجموعه من البتات نضيفها باخر رساله من خلال البتات, احنا راح نقدر نتحقق من هذا الشيء. طبعا تو اوثنتيكيت مسج ذا بارتنر اور كومبيوت ذا سيم بت بارتنر اسيومينج ذا هي شير ذا سيم سيكريت كي. طبعا بالمسج اوثنتيكيشن لازم المرسل يولد الاوثنتيكيشن كود, والطرف المقابل لازم يتحقق من الاوثنتيكيشن كود هو اللي هو المستلم. This does not necessarily include encryption or signing the message. طبعا هنا هو يعني توليد authentication code هو ما له علاقة بالencryption, بس من الممكن اكو علاقة بيناتهم. This doesn't necessarily include encryption or signing the message. The message can be sent in plain with authentication bended, يعني رسالة نقدر نرسلها بدون تشفير بس ال authentication code وياها. This is not a digital signature. طبعا بعدين هو هذا مو توقيع رقمي, بعدين راح اشرح شنو التوقيع الرقمي مو بهاي المحاضرة, المحاضرة اللي بعدها. One may encrypt the authenticator, يعني مرات هاي authentication code نشفرها ونشفر رسالة من الممكن او ممكن انه ما نشفرها. Possible attacks on the message authentication, ما هي انواع الاتاكس على الرسالة؟ من الممكن اكو عندنا content modification, يعني انه تحوير محتوى الرسالة, sequence modification انه الترتيب مال الرسالة يتم تغييره. مثلا الرسالة عندي من 5 بلوكات او 6 بلوكات, الاتاكر يحاول ياخذ البلوك الثاني يخلي مكان الرابع, ورابع يخلي مكان السادس, وهكذا, يعني ترتيب البلوكات يغيرها. فيمكن يغيرها يضيف او ممكن يضيف بلوك او يحذف بلوك او يغير الترتيب. تايم موديفيكيشن, انه يخلي التايم مال المسج يوصل بغير الوقت المحدد له. فهاي ثلاث انواع من الاتاكس اللي هي موجودة. ما هي انواع الاوثنتيكيشن فانكشنز اللي موجودة عندنا؟ اكو ثلاث انواع من الاوثنتيكيشن فانكشنز. النوع الاول احنا نسميه مسج انكريبشن, النوع الثاني احنا نسميه مسج اوثنتيكيشن كود. طبعا التشفير نقدر نعتبره هو واحد من طرق الاوثنتيكيشن,
المسج اوثنتيكيشن كود طبعا هو هاي انه احنا بهاي الحاله هي عباره public function of the message and the security producing fixed length value to serve as authenticator. يعني هنا احنا راح نستخدم الهاش فانكشن ومفتاح اللي هو يكون آمن حتى نولد فد قيمة ثابتة اللي هي تفيدنا كاوثنتيكيتر. طبعا هاي المسج اوثنتيكيشن كود ليست الديجيتال سيجنتشر، لان الديجيتال سيجنتشر هو فد معنى مختلف عن المسج اوثنتيكيشن كود. الهاش فانكشن ا بابليك فانكشن مابينج اربيتري لينك مسج انتو فيكس لينكث هاش فاليو تو سيرف از اوثنتيكيتر. This does not provide a digesting signature because there is no key. طبعا هنا الهاش فانكشن هي عبارة عن دالة يدخل لها مسج بطول غير معرف، يعني ممكن يكون طول المسج عبارة عن 10 بتات او 100 بت او 1000 بت او اكثر. بس دائما نخلي ببالنا نقطة مهمة، الهاش فانكشن الانبوت متغير، ما نعرف ايش قد طول الرسالة، بس الاوتبوت مالتها دائما ثابت. يعني مثلا دخلت الرسالة 10 بتات، الاوتبوت راح يكون ثابت 10. تدخل الرسالة 100 بت، الاوتبوت 10. تدخل 1000 10 بت. اذا الانبوت متغير، الاوتبوت ثابت. هاي من اهم الاشياء الموجودة بالهاش فانكشن. المسج انكريبشن، طبعا ممكن انه احنا نستخدم المسج انكريبشن كوحدة من طرق الاوثنتيكيشن، لانه احنا يعني على فرضيه انه الرساله هو ما حد يقدر يشوفها فقط او يطلع عليها فقط المرسل والمستلم بهاي الحاله. فلهذا السبب احنا نقدر نعتبرها كطريقه من الاوثنتيكيشن، وتقدر تستخدمها كاستخدامين انه استخدام كانكريبشن وكاوثنتيكيشن. طبعا احنا نذكر انه اهداف الانفورميشن سيكيورتي هي ثلاثه: الconfidentiality, الintegrity and availability. الconfidentiality نحقق من الencryption، والintegrity نحقق من خلال data integrity algorithms، والavailability هي من خلال يعني البروسيجرز اللي احنا نستخدمها. فلهذا السبب انه عملية انه الencryption انه نستخدمه كطريقة authentication ما كلش محبذة وما نستخدمها، يعني للأسباب التالية اللي هي مذكورة بسلايد رقم 7. Often one needs alternative authentication scheme than just encryption the message. احنا نحتاج في طرق authentication اخرى غير المسج encryption. Sometimes one needs to avoid encryption of full messages due to legal requirements. يعني بعض الأحيان احنا نحتاج ان نتجنب تشفير كل رسالة، لأن أكو فد متطلبات قانونية تفرض علي أنهم يشفر كل رسالة. فبهاي الحالة إذا ما أقدر أشفر إذا أنا ماكو authentication. Encryption and authentication may be separated in the system architecture. في بعض الأحيان بعض الأنظمة يتطلب أنه encryption وauthentication أنه ينفصلون عن بعضهم، فبهاي الحالة إذا ما نقدر نستخدم encryption كauthentication. If a message is broadcast to several destinations in the network, then it is cheaper and more reliable to have just one node responsible to evaluate the authenticity. Message will be sent in plain with attached authenticator. في حالة أنه ضمن network وإحنا يعني صار broadcast message لأكثر من شخص، فإحنا بهاي الحالة يحتاج أنه من يعني صعب جدا نشفر الكل، يشفرون الكل يفتحون تشفير حتى يسوون authenticity. فمن الافضل انه واحد، فلهذا سوي شفون encryption هي عملية صعبة. بعض الاحيان if one side has a heavy load it cannot afford to decrypt all messages. اذا واحد عنده فد load كل شوية من الصعب جدا انه يفتح تشفير كل الرسائل. If the message is sent encrypted it is of course protected over the network. اذا احنا ارسلنا رسالة كمشفرة هي راح تكون محمية، ولكن انه حتى نشيك الاوثنتيكيشن لازم نفتح التشفير، وما فتحنا التشفير اذا هي ما راح تبقى سكيور. فلهذا السبب نشوف انه الانكريبشن انه من الصعب جدا نستخدم الاوثنتيكيشن. لهاي الاسباب الخمسة اللي ذكرناها، انه المسج انكريبشن
ما نستخدمه كاوثنتيكيشن تكنيك، يجب ان نستخدم غير خوارزميات. هاي بالسلايد رقم 7. طبعا بالسلايد رقم 6 جاي يشوفون انه اكو جدول، داخل الجدول اكو مجموعة من المعادلات اللي هي مذكورة هنا، مثل بالمربع الاول اي سهم رايح للبي اي كي ام، بمعنى انه نشفر الام هنا بهاي الحالة. طبعا عملية التشفير هي تنطينا provides confidentiality، تنطينا يعني موثوقية، وهذا احنا نعرفه. provides degree of authentication، نوع من الاوثنتيكيشن. doesn't provide signature، يعني ما تنطينا signature. هاي طبعا بالنسبة للسيمتريك انكريبشن. بالنسبة للpublic key encryption confidentiality هم تنطينا، يعني provides confidentiality provides no authentication، ماكو authentication. طبعا هنا احنا بعدها اذا احنا شفرنا بالعام، بس بالسي اذا احنا شفرنا بالخاص اللي هو كي ار اي مو كي يو بي، فلهذا السبب احنا راح ينطينا بهاي الحالة authentication signature. طبعا هذا بعد احنا راح ناخذه. طبعا هنا اذا احنا استخدمنا المفتاحين الpublic والprivate keys، اذا راح نحصل على ثلاث اشياء: confidentiality authentication signature، مثل ما بالمربع الاخير موجود جوا. احنا هنا هسه راح ناخذ اول نوع من الـ data integrity algorithms اللي هي موجوده بالسلايد نمبر 8، اللي هي الهاش فانكشنز. A fixed length hash function or value h is generated by a function h capital that takes as input a message of arbitrary length. يعني h capital ياخذ مسج m بطول غير محدد ويرجع قيمه ثابته اللي هي h، ف h يساوي ان h capital m capital. a sends m and h capital of m capital. b authenticate the message by computing h m and checking the match. طبعا ال a هو راح يحسب الهاش ويحاول هذا الجزء وين يخلي يربطه مع الرسالة بالاخير ورسله علما للبي. البي ايش راح يسوي؟ راح يحاول يحسب الهاش مرة ثانية ويقارنه ويا الهاش الجاية ويشوف اذا تطابق. اوكي، اذا الرسالة ما صار عليها تغيير، واذا ما صار تطابق إذن يعرف أنه الرسالة تم إضافة عليها أو حذف أو تغيير المحتوى. requirements for hash function، ما هي متطلبات الهاش functions؟ أكو فد متطلبات معينة للهاش حتى نقول هاي الهاش هي فعلا جاي تأدي الغرض اللي صممت من أجله. h capital can be applied to a message of any size، يعني h نقدر نستخدمها إلى رسالة لأي طول، يعني مو رسالة تجيني ألف أقول لا ما تشتغل هي لانه هاي الحجم مالتها كبير، لا يعني تشتغل على اي رساله من اي حجم. هاي اول شيء. h produce fixed length output، يعني تنتج دائما الاوتبوت مال هاش فانكشن هو ثابت، يعني ما له علاقه بطول المسج. computationally easy to compute hm، من السهل جدا نحسب hm. computationally infeasible find m such that hm يساوي h for given h، من الصعب جدا اذا عدنا الهاش انه نلقى الرسالة الاصلية. حسابيا من الصعب جدا انه نوجد الرسالة اذا كان عدنا الهاش function. computationally infeasible to find m bar such that h m bar يساوي h m، من الصعب جدا انه نوجد رسالة مشابهة للرسالة رسالة مشابهة الرسالة يعني مقاربة إلها وتنطينا نفس الهاش. نصعب جدا نوجد رسالة أخرى تنطي هاش نفس هاش الرسالة الأصلية، يعني hm bar يساوي hm capital for given m. computationally infeasible to find m and m bar with hm equal hm bar، يعني من الصعب جدا نلقى رسالتين إلهن نفس الهاش ينتج. يجب ان يكون هاي واحدة من المتطلبات اللي هو احنا نسميه birthday attacks. birthday attacks هو من يعني من اكثر الهجومات اللي هي تأثر على عمل الهاش فانكشنز، واللي احنا دائما تصميم الهاش فانكشنز نحاول انه نخليه هيك نوع من الاتاك ما يصير. الهاش فانكشن طبعا هي ما تستخدم كي، بس الماك تستخدم كي. اذا صار هاش فانكشن زائدا كي احنا نسميها ماك، وطبعا هنا راح اسميها اتش ماك. طبعا بالسلايد رقم 9 هنا هو فد بلوك دايجرام يوضح لنا الهاش فانكشن اللي هي هنا جاي تشوفون هنا اللي فوق المستطيل اللي هو مسج ام فاريبل لينث والال وياها. طبعا هنا اتش كابيتال
جاي تجي المسج الأصلية وجاي تطلع لنا الهاش فاليو اللي هي اتش ثابتة ثابتة راح تكون. طبعا هاي الأشكال مهمة اللي هي توضح لنا ما هي الوظائف الأساسية للهاش فانكشنز، يعني نسميها basic functions of hash functions، ما هي الوظائف الأساسية لها. فهنا عندنا classical encryption of a message plus hash، يعني جاي شوف هنا احنا عندنا قلنا دائما الهاش دائما نخليها ببالنا طلاب، انت عندك حتى تشيك انه رسالة لم يتم اضافة عليها او حذف او تغيير، فانت لازم تحسب الهاش كمرسل وتضيف الهاش وين بالاخير ويا الرسالة وتدزها للطرف المقابل، الطرف المقابل هم لازم يعيد حساب الهاش ويقارن الهاش اللي هو حسبه هي الهاش اللي انت دزيت اللي هي، فاذا تطابق انه اوكي ماكو مشكلة، اذا ما تطابق بمعنى اكو فد تغيير حدث على الرسالة. فاحنا هنا بشكل اي انه هنا عندنا المسج نحسب لها الهاش وبعدين اضافت وين للرسالة الاصلية وبعدين سويناها انكريبشن باستخدام الكي وبعد ذلك انه رسلت للطرف المقابل والطرف المقابل سوى عملية ديكريبشن باستخدام الكي ورجع حسب الهاش مرة ثانية وقارنها بالهاش اللي جاي الرسالة حتى انه يعرف صار تغيير لونه. بالنسبة للشكل بي انه حسب الهاش وسوالها انكريبشن للهاش وبعدين ربطها بالرسالة، اما راح الطرف المقابل سوى انه اول شيء اخذ الهاش فتح التشفير باستخدام الكي وحسب الهاش من جديد. بالنسبة للحالة الثالثة اللي هي سي هي حالة الديجيتال سيجنتشر وهي اللي هي بعدين راح نشوفها اللي انه حسب الهاش وبعدين سوى عملية انكريبشن باستخدام برايفت كي وضاف الرسالة ورسلها للطرف المقابل، بعد ذلك الطرف الاخر انه راح يسوي ديكريبشن للهاش باستخدام بابليك كي ويقارن. بالنسبة للفيجر دي انه الهاش تم تشفيرها باستخدام برايفت كي وبعدين الرسالة والهاش اثنين تنشفر مرة ثانية، بمعنى اكو مرحلتين من التشفير، رسلت للطرف المقابل، الطرف المقابل انه فتح التشفير باستخدام الكي اول مرة وبعدين فتح التشفير مال الهاش باستخدام المفتاح العام اللي هو كيو وقارن. اذا هناك نوعين من التشفير هنا استخدمناه بالفيجر دي، استخدم السيمتريك انكريبشن باستخدام مفتاح المشترك كي كابيتال واستخدمنا البابليك كي كريبتوغرافي باستخدام المفتاحين اللي هو البابليك كي الكيو والبرايفت كي اللي هو كي ار. بالنسبة للنوع بالفيجر اي انه جبنا في التيكس شورت تيكس مسج اللي هي سيكريت تيكس يسميناها اس كابيتال ربطناه ويا الرسالة بعدين حسبنا الهاش وبعدين ربطنا الهاش ويا الرسالة ارسلناها للطرف المقابل، المفروض نفس السيكريت تيكس مسج موجودة يحسبها الطرف المقابل حتى يقارن. بالنسبة للفيجر اف هو نفس الفيجر اي بس احنا استخدمنا وياه انكريبشن فقط، هذا الاختلاف اللي صار. فهاي جاي تشوفون هنا يعني احنا دائما جاي نوضح انه الهاش فانكشنز نقدر نستخدمها بطرق مختلفة وهاي كلها الطرق المختلفة من الاي للاف، وهذه طبعا موضحة هنا شنو الوظائف اللي احنا اديناها من الاي للاف اللي هي مشروحة بهذا الجدول بسلايد رقم 12، هو هذا الجدول اللي موجود من الاي للاف يشرح لنا اياه كمعادلات انه شنو اللي شي اللي صار بالفقر اللي قبله. طبعا هنا هسه راح ناخذ اول هاش فانكشنز اللي هي بسيطة جدا اللي هي من ابسط الهاش فانكشنز واللي هي انه شنو نسوي شلون نطلع هاش فانكشن. الهاش فانكشن نقدر انه الرسالة الاصلية نقسمها الى عدة بلوكس وانه كل بلوك نسوي له اكسور ويا البلوك اللي بعده والنتيجة النهائية راح يطلع لنا فد بلوك معين اخي وشي هو هذا يمثل الهاش فانكشن. طبعا هاي تعتبر من الطرق الضعيفة واللي هي غير مستخدمة لحساب الهاش لان هي ممكن انه بكل سهولة نسوي عليها اتاك. طبعا التكنيكس الاخرى لحساب الهاش انه ما يسمى السايفر بلوك تشينك تكنيك اللي هي باستخدام الدي اس الجوريثم، انه شو نسوي احنا نقسم الرسالة الاصلية مالتنا اللي جايتنا لمجموعة من بلوكس اللي هي من دي 1 دي 2 الى دي ان وراح نستخدم كل بلوك من الرسالة الاصلية كمفتاح بالتشفير. فهذا السبب انه عندنا اس 0 اللي هي initial hash function اللي هي اتش اي وبعدين راح تولد اتش ان، كل مرة احنا نشفر راح نستخدم الدي 1 كمفتاح وبعدين نستخدم الدي 2 كمفتاح والدي ان الى انه نوصل الى اخير شيء انه نحصل على هاش فانكشن اللي هي الاتش ان. هسه راح نجي على يعني مفهوم اللي هو البيرث داي
التاكس. ما معنى البيرثدي التاكس؟ البيرثدي التاكس بكل بساطة هو يشرح انه شون من الممكن انه تجي رسالتين الهن نفس الهاش، وطبعا هذا اذا حصل فمعنى هاي مشكلة كبيرة وكارثة، لازم انه كل رسالة الها هاش يختلف عن رسالة الاخرى. فهذا السبب انه احنا هنا جاي يشرح هذا السلايد رقم 14 شلون يصير البيرثدي اتاكس. Given at least 23 people, the probability of having two people with the same birthday is more than 0.5. يعني هنا جاي يقول اذا انا عندي 23 شخص فايش قد احتمالية انه شخصين هم بنفس تاريخ الميلاد؟ طبعا هنا راح تكون هي 55% او 0.5 × 10. اذا طبعا زاد العدد الى 30 شخص راح تزيد الاحتمال يصير 0.7، اذا زاد الى 50 شخص راح يصير 0.97. فلهذا السبب احنا هنا اذا عندنا احنا مجموعتين هي اكس كابيتال واي كابيتال، كل واحدة من عندهم تحتوي على كي elements from the set 1 2 to n capital. How large should k be so that the probability x y have common element is more than 0.5؟ يعني فرضنا عندنا مجموعة n اللي هي مجموعة الرئيسية كونت مجموعتين الx والy، فش قد احتمالية ان يكون اكو عناصر مشتركة بين الx والy بحيث هاي الاحتمالية تكون اكثر من 5 بالعشرة او 50%؟ فلهذا السبب الاحتمالية طبعا هنا شلون راح تكون؟ تكون شقد يكون الكي لازم هنا بحيث يكون اكو عنصر مشتركات بيناتهم. طبعا هذا الكي يجب ان يكون ناخذ الجذر التربيعي لعدد العناصر الموجودة بين، فهنا راح يكون هو عبارة عن سكوير روت اوف ان كابيتال، فالان كابيتال يساوي لنا 2 تو باور ام، الكي راح يساوي لنا 2 تو باور ام على 2. هنا طبعا بالسلايد اللي هو رقم 15 جاي يشرح لنا فد سيناريو معين يعني شلون راح يصير البيرثدي اتاكس. وهنا جاي يفرض انا عندي هاش فاليو هي 64 بت واللي هي مبنيه على خوارزميه الدي اي اس. فاذا انا كان عندي رساله ام واريد اوجد ام بار بحيث الاتش ام كابيتال يساوي لنا الاتش ام بار، فلهذا السبب يعني واحد لازم يولد كمعدل 2 تو باور 63 مسجز اللي هي ام بار، يعني يجب ان يولد 2 للقوة 63 رسالة، هي هاي اعداد هنا يجب ان يولد حتى انه يقدر انه يوجد الامبر. A different much more effective attack is possible. طبعا هنا اي كابيتال is prepared to sign the document by appending its hash value on mbits and then encrypting the hash code with its private key. هاي اول شيء. E will generate 2 to power m على 2 variation of message m. راح طبعا منو يودى الـ يعني كوبي ذا هاش فاليو فور اول اوف ذيم، يعني راح يحسب الهاش فاليو لكل هاي الرسائل. اي also generates 2 to power m على 2 variations of m bar that she would really like to have a authenticating and كوبي ذا هاش فاليو فور اول اوف ذيم. طبعا هنايا هو هنايا راح طبعا احتمالية يكون 2 هاشز متشابهة هي راح تكون اكثر من 0.5. طبعا هنا بعدين الـ E will offer M to A for hashing on their signing. E will send insist M bar with signature A capital has produced. E breaks the protocol although she doesn't know A private key. Level of effort for hash based on DES is 2 to power 33. يعني مقدار الجهد اللي يحتاجه اللي هو حتى يوجد الهاش اللي هي مبنية على DES هي كان 2 to power 33. طبعا هنا تعقيد البيرثدي اتاكس انه هو لازم عنده قائمتين من الرسائل، وطبعا كل وحدة ايش قد عدد الرسائل الموجودة بها 2 تو باور ام على 2. هذين الرسائل لازم يقعد يسوي لهم سورتنج يرتبهن من حسب قيمة الرسالة. طبعا هذا يحتاج جهد 2 تو باور ام على 2. بعدين يجي يقارن جدولين، هاي الجدول مقارنتين راح يحتاج الى linear time، راح يحتاج شنو الى linear time حتى يقارن اثنيناتهم. هسه حاليا احنا شرحنا يعني بشكل عام ما هي data integrity algorithms اللي هي قلنا 3 انواع الهاش والماك والديجيتال سيجنتشر.
طبعا احنا هنا بهاي المحاضرة فقط راح ناخذ الهاش، بالمحاضرات الجاية راح ناخذ الماك والديجيت سيجنتشر، وشرحنا نوعين بسيطين من الهاش فانكشن اللي هي قلنا نقسم الرسالة بلوكس وبعدين ناخذ الاكس اور لكل هاي البلوكس، واخذنا انه الطريقة الثانية تعتمد على الدي اس انه نقسم السايد جايتنا الى بلوكس وكل بلوك نعتبره كمفتاح وبعدين نطلع الهاش النهائية. واخذنا وراها البيرث داي اتاكس انه شلون قلنا رسالتين يكون لهن نفس الهاش. هسه هنا راح ناخذ ال MD5 هاش الجوريثم اللي هي راح ناخذ اثنين هاش فانكشنز كامثله على اللي هنا اكثر استخداما اللي هي ال MD5 هاش الجوريثم، عندنا ال SHA اللي هي سكيور هاش الجوريثم. طبعا سكيور هاش الجوريثم بها هي فد عائلة بها عدة خوارزميات بها SHA 1 2 3 4 5 الى اخره. طبعا MD5 هي developed by Rivest at MIT بواسطة العالم Rivest في معهد MIT. Process the input in blocks of 512، طبعا انه تقسم الرسالة الى بلوكات من 100 من كل بلوك حجمه 512 bits. طبعا الـ output مالته هو 128 بت. طبعا الفكرة مالتها انه تبدي انه عملية البادينج، البادينج يعني عملية انه نضيف صفارة اضافية. شلون احنا عندنا بالمصفوفات مرات احنا نقول بالمصفوفة احنا اذا كان اكو نقص بالعناصر مالتها الاماكن الفارغة نضيف لها صفارة، فاحنا دائما نضيف لطول الرسالة الصفارة بحيث يوصل طولها الى 448 مودل 512. اذا الMD5 هي خوارزمية تتعامل مع رسائل يوصل طولها الى 512 قسمة كبلوكات، وكاوتبوت الهاش دايجست أو الهاش فاليو او الهاش دايجست، خلوا بالكم لان المصطلحين دائما يستخدمون انه الاوتبوت دائما يكون هو 128 بالثابت للMD5 والبلوكات يكون حجمها 512. فاحنا نقسمها الى بلوكات من 512 وطول المسج طبعا هو كلش مهم هنا بهاي الحاله. طبعا اكو عده راوندز راح تمر بها هاي البلوكات حتى نطلع الهاش فاليو اللي موجوده عندنا. جاي تشوفون بالشكل اللي هو رقم 18 انه قسمنا الرسالة احنا اللي عندنا الاصلية الى اللي جايتنا المسج، قسمناها لمجموعة من البلوكس اللي هي 512 مثل ما جاي تشوفون انه Y0 Y1 YQ YL ناقص 1. طبعا اللي فوق المستطيل اللي فوق انه عندنا الرسالة الاصلية، بعدين Padding ضفنا له صفارة اضافية من الواحد 512 بيتس، بعدين ضفنا اخير شيء وياها طول الرسالة message length اللي هو كي كابيتال مود تعتبر 64. بعد ذلك انه لكل بلوك راح نحسب له الهاش مالته اللي هو ال HMD5. نشوف الانبوت مال ال HMD5 هو 512 بس الاوتبوت تشكد اللي هو 128 دائما ثابت، ولكن انه يشوفون باول بلوك ال Y0 انه ال IV 128 والوايزر انه دخلنا 512 اوتبوت 128. بعدين هذا 128 وين يروح؟ يصير كانبوت للهاش الثانيه واللي هي الانبوت مالتها Y1 اللي يدخل 512 من 128، راح يطلع همين هاش يروح للمرحله الثالثه والرابعه لين نوصل للمرحله الاخيره. الهاش راح يطلع من المرحله الاخيره اللي هو يمثل ال 128 بت دايجست اللي هو جاي يشوفوه اسفل الشكل اللي جوا صاير بالجهه اليمين بالزاويه اليمين بالقرب من رقم السلايد. طبعا العمليات اللي راح تصير انه بالام دي 5 هي العمليات التاليه. اول شيء عمليه البادنج انه نضيف صفاره، بعدين نضيف طول الرساله الابند لينث، بعدين انيشلايز ام دي بافر، بعدين بروسس ايتش مسج بلوك، بعدين الاوت، بعدين هو الاوتبوت راح يطلع عندنا هنا. طبعا البادنج شلون يصير انه نضيف صفاره، من يجي راسا نضيف صفاره، نضيف واحد وبعدين بعدين يجي وراه مجموعه من الاصفار. ابيند لينث انه بعدين راح نضيف طول الرساله بالاخير اللي هو يعني 64 بت راح يكون طول هذا الفيلد. بعدين
بعدين ال MDB buffer إنه بهاي الحالة راح يكون عندنا راح نخليه إنه قيم ابتدائية إليه اللي هي راح تكون كما موجودة A B C D. بعدين راح نعالج الرسالة مثل ما جاي يشوفون هنا process each message block of 512 bits in 4 rounds. يعني راح نعالج الرسالة راح تحتاج 4 دورات حتى نعالجها بهاي الحالة اللي هي each round takes as input 512 bits in the input and content of the buffer IBCD and updates the buffer. The forwards اللي هي طبعا هنا اللي هي نستخدمها قلنا بالبفر اللي هي ABCD دائما لما نعالج البلوك او الرسالة الموجودة عندنا دائما نسوي لها ابديت. طبعا الاوتبوت هنا راح يكون 128 بت بهاي الحالة مثل ما جاي يشوفون هنا. يعني كل راوند اكو 4 راوند، كل راوند بداخله 16 خطوة، كل راوند بداخله 16 خطوة. طبعا هذا الشكل اللي موجود بالسلايد رقم 20 يمثل معالجة بلوك واحد بالMD5 اللي هو 512 بت. جاي يشوفون اكو 4 راوندز، اكو 16 خطوة بداخل كل واحد، اكو رجسترات موجودة اللي هي ABCD مثل ما قلنا كل واحد طوله 32 بت، وهنا عندنا الواي كيو هو يعتبر الرسالة اللي جايتني هي 512 اللي هي راح تدخل بكل راوند موجودة هنا راح تتعالج عندنا. طبعا بالاخير جاي يشوفون اكو جمع من تطلع عندنا المسج دايجست من مرحلة من الراوند الأخيرة راح نجمعها والمسج دايجست من المرحلة اللي قبلها راح نرسلها للهاش فانكشن اللي لاحقة. طبعا ايش راوند احنا قلنا كل راوند هي 16 خطوة. التي كابتر هنا جاي يشوفوه عبارة عن جدول ثابت هسه بالسلايد رقم 21. الاف جي اتش اي هو بوليان فانكشنز، هم بي سي دي هنا على البي سي دي ريجسترز هم موجود لهم جدول ثابت. X has the current 32 bits of the message. The message has 512 bits. وهي رسالة جايتنا 512 بت راح نقسمها إلى 16 بلوك. 512 بت نقسمها إلى 16 بلوك هم 32 بت. طبعا هنا each of 16 blocks is used exactly once in each round. راح تستخدم مرة واحدة بكل راوند. طبعا هنا الراوندز اللي هي من 1 إلى 2 3 4 انه بالراوند رقم 1 دير بالكم هاي ملاحظه مهمه انه بالراوند رقم 1 ذني البلوكات راح يستخدم بشكل متسلسل يعني 1 2 3 الاخرين. بالراوند رقم 2 ما راح يستخدم حسب ترتيب ولكن راح يستخدم حسب معادله، حسب هاي المعادله اللي هي 1 زائد 5 اي مود 16. بالراوند 3 راح يستخدم وفق هاي المعادله 5 زائد 3 اي مود 16. بالراوند 4 راح يستخدم وفق هاي المعادله 7 اي مود 16 وهكذا. طبعا هنا عندنا one single step ان MD5 انه هنايا طبعا single step بمعنى احنا قلنا بكل راوند اكو شقد 16 step. هذا الشكل الموجود بسلايد 21 مثل single step اللي هي خطوة واحدة ضمن الراوند. طبعا هنا عندنا انه ال A B C D ان هنا ذن الاربعة اللي هن ذن الأربعة الـ ABCD. بعدين راح يروحن الـ BCD المين للـ G، وبعدين G وين يروح ينجمع ويا من ويا الـ A، بعدين وين يروح ينجمع ويا الـ XK، وبعدين ينجمع ويا الـ TI، وبعدين يروح على Second Ray Shift S، وبعدين ينجمع هنا ويروح وين للـ ABCD كمان موضح بالشكل. طبعا الـ T هو the table، all operations here are blocks of 32 bit. G is one of the functions. هو G هو واحدة من الدوال التالية F G H I. X has the current 32 bits of the message. يعني X هو register يحتوي على 32 bit اللي خاصة بالرسالة. C L S معناها circular left shift اللي هو هذا راح يدور بمقدار S bits. الجمع هنا دائما بالمود اللي هي 2 مرفوع القوة 32. طبعا هذا الجدول اللي جاي نشوفه بسلايد رقم 22 دي فوق هو جدول التي، عفوا هو الجدول اللي هو خاص بالبي سي دي والاف جي اتش اي. يعني مثلا اذا كان قيمة البي والسي والدي 0 0 0 فالاف والجي والاتش والاي راح يكون الاف
صفر والجي صفر والاتش صفر والاي واحد. بالنسبة للتيبل تي هو هنا جاي يعطينا القيم، اذا كانت قيمة التي كابيتال واحد فهاي قيمته، فجدول هو ثابت يستخدم دائما هنا. طبعا هنا عندنا every bit of the output is the function، قوة ال MD5 وين؟ انه كل بت بالاوتبوت هو عبارة عن دالة لكل البتس الموجودة بالانبوت. طبعا arrived conjecture يعني انه شنو بالنسبة الى رأي رايفست او مبررة على انه قوة الخوارزمية هاي، انه as strong as it can be for 128 bit hash but they attack on the order of 2 to power 64. I'm finding message with the given digest is on the order of 2 to power 128. يعني هنا احنا البيرثدي اتاك هو يعني راح يكون 2 للقوة 64، وإيجاد رسالة راح يكون الاتاكر يحتاج يبذل جهد مقداره 2 to power 128. طبعا هاي الخوارزمية اكو vulnerabilities، اكو نقاط ضعف وجدت بيها بسنة 1996، وبعد 10 سنوات هميا وجدوا ضعف بيها بسنة 2008. بال 2008 وجدوا انه fake certificates استخدم بالانترنت، ولهذا السبب هو تم تصنيفها انه كخوارزمية ضعيفة، وهي استخدمت بال HMAC. طبعا هذا الجزء الاول من المحاضرة، واكو اللي هو الجزء الاول من المحاضرة، وراح نسجل ان شاء الله يعني الجزء الثاني اللي هو بقى الاس اتش اي، راح اخليه بالجزء الثاني.